وللنقاش حول آخر تطورات الملف اليمني ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي اليمني نبيل البكيري. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. بداية، الجيش اليمني يبتعد 15 كيلومتر عن مدينة الحديدة، ما السبب وراء هذا التقدم للجيش اليمني وللمقاومة الشعبية؟ لا شك أن هذا التقدم هو تقدم طبيعي في إطار حالة الرفض الشامل وعدم وجود حاضنة اجتماعية للميليشيات الانقلابية في هذه المناطق الساحلية، فضلا عن ذلك وجود قرار ما سياسي من قبل التحالف العربي من قبل الحكومة الشرعية ساعد في هذا التقدم، وأيضا تراجع جماعة الحوثي في أكثر من جبهة وارتباكها أدى إلى مثل هذه التقدمات باتجاه محور أو باتجاه ميناء الحديدة شريان الرئيسي للجماعة الانقلابية على العلم. طيب، يعني لماذا الحديدة؟ ماذا تحتوي الحديدة لتكون لها هذه الأهمية الاستراتيجية؟ وفيما لو سيطر عليها الجيش اليمني، ما الذي سيكون بعدها؟ الحديدة هي ثالث مدينة يمنية من حيث عدد السكان ومن حيث حجمها، مدينة كبيرة واقتصادية وتجارية على البحر الأحمر، وتمثل منفذ وحيد للميليشيات الانقلابية بعد سيطرة الحكومة الشرعية على كل المنافذ البحرية من خلال الفترة الماضية. لم يتبقى إلا ميناء الحديدة، وهو يمثل منفذ لهذه الميليشيات مع العالم، ويأتي الكثير من تدفق عليها الكثير من المال والإيتاوات والضرائب والجمارك على الميليشيات التي تتراوح بأكثر من 60 مليون دولار أسبوعيا على هذه الميليشيات، فضلا عن التهريب الذي يتم من خلال هذا الميناء من أسلحة وما شابه ذلك لهذه الميليشيات. وبالتالي السيطرة على هذا الميناء سيمثل حصارا مطبقا على الميليشيات في المناطق الشمالية والجبلية، مما سيضعف من قبضتها وسيسهم في زعزعة سطوتها وسيطرتها على كثير من المناطق في بقية الجبهة. كيف ستنعكس برأيكم هذه التطورات الميدانية السريعة على المسار السياسي للأزمة اليمنية؟ لا شك أن هناك حديث في الأروقة الدولية يتم تسريب بين فترة أخرى عن نية لوجود خطة للسلام في اليمن. أنا باعتقادي أنه جزء من هذه المعركة اليوم في الحديدة هو نوع من الضغط ودفع هذه الميليشيات إلى المسار التفاوض السلمي الذي ستلجأ إليه هذه الميليشيات نتيجة لهزيمتها وسيطرة القوات على هذه المدن الرئيسية التي تتمركز في هذه الميليشيات. 50 خبير إيراني يخرج من المدينة مع تقدم قوات الشرعية بسيارات إسعاف إلى منطقة أخرى، هذا ما قاله وكيل الحديدة. برأيكم أو إلى أي مدى إيران متغلغلة داخل اليمن؟ إيران اليوم هي جزء فاعل رئيسي في الحرب في اليمن من خلال ميليشيات الحوثي ومن خلال خبرائها الذين يهتمون او متخصصون بالاسلحه الثقيله والبالستيه، وبالتالي ايران حاضره بقوه في العمليات العسكريه في اليمن من خلال جماعه الحوثي ومن خلال خبرائها ومستشاريها العسكريين الموجودين في الجبهات وموجودين في غرف العمليات لهذه الميليشيات. وبالتالي لم يعد الوجود الايراني او التورط الايراني في اليمن مجرد تكهنات، بل اصبح واقع وحقيقه. وبالتالي كان التصريح الاخير لوزير الخارجيه الايراني قبل 3 أيام أنه ممكن أن يضغطوا على حلفائهم في جماعة الحوثي بدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة الشرعية. أنا باعتقادي هذا التطور أيضا وهذا التصريح فضلا عن تصريحات إيرانية سابقة تؤكد ما لدى مجال الشك أن إيران حاضرة ومتورطة وموجودة فعليا على الأراضي اليمنية من خلال دعم هذا الانقلاب. نعم، الكاتب والباحث السياسي اليمني نبيل البكيري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.